طيب كلميني بقى عن تعاونك مع الفنان احمد سلامه والكاست العمل، وقد ايه كان في كيمياء ما بينكم، انتوا كنتوا كابل كويس في المسلسل. فعلا الفنان احمد سلامه فنان كبير واداؤه عظيم يعني، فطبعا كان بيديني وكان دايما بيديني ملاحظات فاستفدت كتير منه. شايفه ايه اهم الرسائل اللي بيوجهها المسلسل واللي انتم نجحتوا في انكم توصلوها للجمهور؟ طبعا هو بيتكلم على الادمان، وانه الواحد ما يعني يبقى واعي، لانه ممكن انت تتعرض لده من بره ومن غير ما تعرف، او من غير ما يعني من غير ما تبقى انت من جوه عايز ده، بس الظروف بتضطرك او ناس معينين او اشخاص معينه بيسوقوك لده. فهو بيتكلم عن الادمان والمشاكل دي. ما زهقناش من 45 حلقه بس، لان كانت الاحداث كتيره شخصيات وشيقه كتيره، ودايما يعني من حدث بنخش في الحدث اللي بعده على طول. انت بتحبي اكتر الاعمال اللي بتبقى زي الاعمال اللي موجوده دلوقتي، حلقتين ثلاثه او خمسه او كده، ولا حابه ان انت تشتغلي اعمال طويله زي ال 45 حلقه وال 60 حلقه بيبقى افضل بالنسبه لك؟ لا 45 كتير يعني بصراحة، بس برضو الخمسة قليل. ليه؟ لأنه أنت أول ما بتبتدي الناس تحبك وخلاص وبتقول اسمك في الشارع وكده، إيه ده خلص. فأظن أنه العشر حلقات فير يعني، 10-15 حلوين. كان ليكي مسلسل اللي هو مسلسل ملف السري، كان في رمضان وحققتي برضو فيه نجاح كبير، كلميني عن دورك فيه واشتغلتي على الشخصية دي إزاي؟ ملف سري بقى لبنانية، نيكول السهل الممتنع يعني زي ما بيقولوا، صاحبة عائشة بن أحمد، بس اللي هي برضو في تويست بالشخصية، في تحول، لأنه هي بتبان بالأول أنه هي شو بتحبها، شو أنه بتحب عائشة بن أحمد، بس بعدين بنكتشف أنه هي اللي كانت سبب اللي حصل لإلها والتسجيلات، وهي اللي كانت ورا هالشيء. وبعدين برضو ترجع بأنبه ضميره وبترجع انسانه كويسه، بس برضو في توصف. الشخصيه اللبنانيه بالنسبه لك اسهل في التمثيل، ولا لما بتمثلي كانك مصريه عادي زي ما انا قلت في الاول السهل الممتنع يعني؟ لا الاثنين، بس الحكي اللبناني كمان حلو لما بتمثل لبناني، انه بتتصدق فحلو. طيب ايه اكتر عنصر اهتميتي بيه في العمل ده؟ ملف سري، ان يكون على طبيعتي كتير، مشان كمان البطل يتصدق اني انا مش انا اللي ورا كل هالمصايب اللي عم بتصير. بتفضلي ان انت تشتغلي عمل يتعرض في رمضان، ولا خلال فتره السنه كلها ممكن تشتغلي عادي وتحبي انك تكوني متواجده؟ لا اكيد بحب اكون برمضان، بس اكيد مش حكون بعمل مش هيناسبني. يعني وفعلا عمل في تعرض علي وما مش يعني الدور ما ناسبني، ولأنه ما بدي كتير أطلع دور أجنبية كمان، فتعرض علي. إنما لا ما عندي مشكلة، بس طبعا رمضان حلو لأنه بيجمع الناس.